مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بيوت الشعر. دور كبير لعبه الشعر في الحفاظ على الموروث الثقافي العربي والمساهمة في دعم اللغة العربية وإعادتها إلى مكانتها المرموقة. ومن هنا جاءت أهمية مبادرة إنشاء بيوت الشعر التي نواصل تسليط الضوء على أنشطتها وفعالياتها المختلفة. وكعادتنا في هذا البرنامج نترككم في البداية مع أبرز العناوين. بيت الشعر بالمفرق يقيم أمسية شعرية بالتعاون مع منتدى البيت العربي الثقافي بعمان. ضمن برنامج كاتب وكتاب، بيت الشعر بالأقصر يناقش كتاب الشعر والعولمة. في الخرطوم صالون النقد يناقش ديوان كجذور الغمامة في النبع للشاعر أسامة تاج السر. الكولومبي خورخي توريس والمغربي خالد الريسوني يفتتحان فقرة شاعر ومترجمة في مراكش. نبدأ من الأردن، حيث أقام بيت الشعر بالمفرق بالتعاون مع المنتدى العربي الثقافي في العاصمة عمان أمسية شعرية شارك فيها الشاعر عادل الترتير والشاعر المصري محمد شهاوي. الأمسية كانت زاخرة بقراءات شعرية نالت استحسان الحضور. يواصل بيت الشعر في محافظة المفرق جولاته الشعرية في مختلف المدن الأردنية، حيث أقام أمسية شعرية ضمن أطر التعاون الثقافي بينه وبين منتدى البيت العربي الثقافي في العاصمة عمان. الأمسية أحياها الشاعران عادل الترتير ومحمد شهاوي. منتدى البيت العربي الثقافي في العاصمة عمان إيماناً منا كبيت شعر بنقل فعاليات بيت الشعر إلى المحافظات وخصوصاً العاصمة، وطبعاً احنا في عندنا خطة نقل جميع الفعاليات أو الأغلبية من الفعاليات في المحافظات للتعريف بأهداف بيت الشعر وتوسيع الفائدة على المتلقين من الشعراء والأدباء. ثاني مرة في التعاون ما بين البيت الشعر وبيت العربي وتبادل الثقافات ما بين الهيئات الثقافية، وإن شاء الله راح يكون لنا تعامل ثقافي أكبر وعلى أوسع، على نطاق أوسع بكثير إن شاء الله على مستوى المحافظات. أدارت الأمسية الأستاذة اعتماد سرسك التي أشادت بأهمية هذا التعاون وبدور بيت الشعر على الساحة الأردنية. كل شاعر منهم مميز بشيء، مثلا محمد شهاوي معروف بالشعر الشعبي، والشاعر عادل الترتير إنسان برضو مميز جدا، بيكتب للأنثى بيكتب للأرض الإنسان. استهل القراءات الشاعر عادل الترتير الذي أبحر بالحضور بعيداً بما قدمه من قصائد امتازت بغزارة الصور وتدفق المشاعر بشكل مختلف ومميز، إضافة إلى أسلوبه الجذاب والمبهر في الإلقاء والتعايش مع جو النص وروحه. في ذاكرة الغيب يفتش عن قافية لا تحترم الوقت وتمتدح الصدفة، صوت الشاعر يوقد جمر الشغف إلى الشباك، وظل حبيب يلبس فوق أناقته قبعة اللهفة، عاشقها ينحت فوق رخام الحلم ملامحها ويلملم من بين أصابعها نصفه، عاشقتي آنسة في سن العشرين يراودها الحزن، وعاشقها يستبق الحب إلى الأبواب، عاشقها عراف البلدة يفهم لغة الورد ولون الحب وإيماء السعفة للسعفة، عاشقها يسرق من عينيها حق. قدمنا الشعر لطيف، الجمهور كان كثير حب الشعر. أكثر إشي بيميز بيت الشعر إنه الناس اللي فيه ذواقة، ناس جاية تسمع شعر، هذا إشي كثير بفيد الشاعر وبهم الشاعر أصلاً، عشان إحنا لما نقرأ نكون مستمتعين والجمهور يستمتع معنا. الشاعر المصري محمد شهاوي قدم نصوصاً واعية ومميزة حلق فيها فوق السحب، ناجى فيها ذاته ومن خلالها تكلم بإحساس الشاعر عن مكنونات النفس البشرية بأسلوب ملفت. سلاما يا رباع عيني، سلام
وهل أبقى الحنين لنا كلاما، فلم نعهدكم في الهجر إلا على عهد المحبين القدامى. ولست بعاتب جهلا، وإني علمت بأن لي فيكم مقاما، فلي في الصدر خفاق، ونفس إذا تطوى الطريق سجت فقام يمني الطرف فيكم كل لحظ، وينسجم الهوى فيه انسجاما، فدمع الشوق يغرقني ونوحي يفوق من الجوى نوح الأيام. عدة قصائد، منها العامي ومنها الفصيح ومنها التفعيل ومنها الشعر العمودي، وكانت متنوعة ما بين الاجتماعي وبين الوطني وبين القصائد الغزلية نوعا ما. وهذا دور يثمن لبيت الشعر بالمفرق، طبعا هذه الجهود الكريمة والدعم الكريم، فنشكرهم على هذا الدعم يعني. هذا وتستمر فعاليات بيت الشعر بالمفرق بالتنقل في كافة أرجاء المملكة الأردنية الهاشمية، إيماناً من إدارة البيت بضرورة الوصول لكل الشعراء وأهل الأدب والفكر والثقافة على الساحة الأردنية في سبيل الارتقاء بالكلمة والقصيدة والمعنى. من الأردن إلى مصر وتحديداً الأقصر، ففي إطار سعي بيت الشعر هناك إلى إثراء الحالة النقدية وترويج لجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، أقام البيت لقاء ضمن برنامج كاتب وكتاب استضاف خلاله الشاعر عبد النبي عبادي لمناقشة كتابه الذي صدر مؤخراً وحمل عنوان الشعر والعولمة. تشجيع الشباب الباحثين على ممارسة البحث والترويج لمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المتمثلة في طرح جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، وتسليط الضوء على الأمور المرتبطة بهذا النوع من النقد، أمور ركز عليها بيت الشعر بالأقصر. ومن أجل ذلك بدأ البيت برنامجه كاتب وكتاب بمناقشة كتاب الشعر والعولمة للشاعر عبد النبي عبادي. بيت الشعر لا يكتفي فقط بالإبداع وبتقديم الشعراء، ولكنه الآن يقدم تجارب نقدية لهؤلاء الشعراء الذين تم تقديمتهم من قبل، وظن ذلك يفتح نافذة جديدة للإبداع وللنقد وما بينهما من تكامل وتداخل يعني. عرفت كتاب الشعر والعولمة وعرفت أنه بيتكلم عن إيه، ممكن يكون الطريقة كانت مختصرة بس اقتبست منها شوية معلومات، في نفس الوقت كان نقد رائع وممتع جداً، وعجبني اسلوب النقد والتناقض. كتاب الشعر والعولمة يقع في 3 فصول تشكل في مجملها مقاربة نقدية للأثر الذي أنتجته العولمة والثورة التكنولوجية في الإبداع الشعري العربي. الكتاب يدور حول تأثير الوسيط التكنولوجي والتقنية في الشعر، ويتحدث عن قصيدة الهايكو والقصيدة التفاعلية والقصيدة الرقمية. يحاول الكتاب أن يؤطر للمتلقي العربي المعاصر حال الشعر العربي حاليا، يحاول الكتاب أن يقدم للقارئ العربي مدخلا مهما لتلقي الإبداع المعاصر. أشرف البولاقي شاعر وباحث وعضو اتحاد كتاب مصر لم يتحدث في مناقشته لكتاب الشعر والعولمة عن الشعر جماليا أو فنيا فقط، لكنه تحدث أيضا عن تأثير الثورة التكنولوجية على الشعر، متخذا من الشعر نموذجا لرصد هذا التأثير. الكتاب يتناول رصد التغيرات التي أحدثتها العولمة وثورة الوسيط الإلكتروني على الشعر العربي، هل هناك تأثير أم ليس هناك تأثير. تحدث الشاعر في كتابه عن العولمة وعن الحداثة وما بعد الحداثة، تناول عددا من المفاهيم المتصلة بالشعر مثل قصيدة النثر والقصيدة التفاعلية والقصيدة الرقمية والإلكترونية. في الجزء الثاني من اللقاء استمع الجمهور إلى قراءات شعرية من الشاعرين الضيفين، حيث بدأ الشاعر عبد النبي عبادي بقراءة بعض من أشعاره. تبدد في لحظة في يديها وسافر في عينها كي يعيده، حقائبه لم تعد تقتفيه كنهر تمطى فأردى سدوده، يدوس على الشوك لا يتقيه فهل يمعن الحزن حتى يجيده، تراه اكتفى من تراب المراسي وهل ناشدته الحتوف الجديدة. أما الشاعر أشرف البولاقي فقد قرأ نصا شعريا بعنوان ميت لا محالة.
الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر أكد خلال برنامج كاتب وكتاب على أهمية مشاركة الشعراء الشباب في إثراء الحركة النقدية والبحثية من خلال جهود واعية بممارسة الكتابة النقدية التي تتفق مع قدراتهم وإمكاناتهم. بيت الشعر بالأقصر ينثر أزاهير الإبداع دائما على رواده حين يقدم لهم شعراء أثروا المشهد الإبداعي العربي بأعمال باتت نموذجا يحتذي به الشعراء الشباب. لبرنامج بيوت الشعر تلفزيون الشارقة، مستجاب عبد الله، الأقصر. في السودان شهد بيت الشعر بالخرطوم انعقاد أول صالون للنقد في العام الجاري، وذلك بعد طرحه ورقة نقدية لديوان كجذور الغمامة في النبع للشاعر أسامة تاج السر. الورقة طرحها الناقد فيصل رحمة الذي شق طريقه في الكتابة النقدية مؤخرا عبر منصة بيت الشعر، وكان الناقد نفسه قد عاد إلى المشهد الشعري عبر ذات المنصة بعد غياب دام أكثر من 11 عاما. نهارية استضافها بيت الشعر بالخرطوم تناثرت فيها العبارات التي تتلمس مواطن الجمال في الشعر السوداني. النهارية تضمنت العديد من الجوانب النقدية عبر ورقة قدمها الناقد فيصل رحمة، حملت عنوان تقنيات أسلوبية في ديوان كجذور الغمامة في النبع للشاعر أسامة تاج السر. جدير بالذكر أن الديوان الذي احتوى على 19 قصيدة صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة عام 2017. يقول في أحد المقاطع من قصيدة عطر حبيبة والنهر: والنهر يعبر كل حين ذاته بالحب في ثوب جديد، والنهر يعبر كل حين ذاته بالحب في ثوب جديد، وحبيبتي كالنهر تعبرني إلي، وكلما عبرت رأيت الشوق ينبت في الوريد. قصلت عيون النهر بسمتها، قصلت عيون النهر بسمتها، وقالت إنني أزهرت أمنيتين من شعر رصين. جعل في هذا المقطع النهر رمزا، وهو من الرموز المستخدمة بكثرة في هذا الديوان كجذور القمامة في النبع، حتى صار هو وما يشير إليه من الماء رمزا خاصا به. صالون النقد حظي بمتابعة واسعة من الشعراء الشباب والنقاد، واحتوى على العديد من المداخلات المهمة تعقيبا على ما قدمه الناقد فيصل رحمة. هناك صلة بين النهر والرمل، وقد اشتركت أنت والشاعر إدريس نور الدين في صفتي النهر والرمل، إلا أن إدريس يعني رحل إلى مكان آخر وأضاف إلى النهر والرمل النخل. مع مطلع هذا العام أولى بيت الشعر بالخرطوم اهتماما واضحا بالنشاط النقدي، فالجلسة كانت عامرة بالحضور النوعي خاصة من فئة الشباب المهموم بقضايا الشعر ونقده. كانت الدراسة مفيدة جدا، خاصة وأنا أكتب الشعر، رغم أني لم أطلع على الديوان لنفاذ النسخ الموجودة منها، لكن استفدت من الدراسة النقدية هذه للأستاذ فيصل حسن رحمة، وزادتني تطلعا وتشوقا إلى اقتناء هذا الديوان. تعترين السعادة وأنا أقف اليوم لأتحدث عن هذه الرحلة والسياحة العظيمة التي قدمها أستاذ القامة فيصل رحمة، وحيث أنه اختار كتابا مميزا فتح مداخلا كبرى في قلبي عندما قرأته كجذور القمامة في النبع للأستاذ القامة أسامة تاج السر أحمد حسين. الشاعر أسامة تاج السر الذي كان ما قدمه من إبداع عبر ديوانه كجذور الغمامة في النبع محور الحديث في صالون النقد، أبدى سعادته للدراسة التي سلطت الضوء على ديوانه، شاكرا الناقد فيصل رحمة. أنا سعيد جدا بهذه الدراسة الوافية الضافية التي قدمها الأستاذ الناقد فيصل رحمة، فقد بحث التقنيات الأسلوبية في الديوان بصورة ربما كنت أجهل كثيرا منها، لم أنتبه إليها، ولكنها ظهرت في أبهى ما يكون الجمال.
أسرة بيت الشعر بالخرطوم تحدثت عن اهتمامها البالغ بالنقد الشعري ومواصلتها في هذا العام لمشاريعها الأدبية الهامة عبر بوابة صالون النقد. هذا الصالون سيقام على هذه الشاكلة، أننا نتناول فيه تجارب شعرائنا المبدعون عندنا بعدد الحصى ما شاء الله يعني، وكلهم واعدون وفيهم من رسخت جذوره كجذور الغمامة في النبع يعني، ولذلك سنتناول في هذا الصالون الذي نقيمه بصورة دائمة في هذا العام 2020 تجارب هؤلاء الشعراء. صالون النقد قدم تصورا عميقا لمحتواه ديوان كجذور الغمامة في النبع للشاعر أسامة يسر، فمثل هذه الفعاليات تشكل أنموذجا احترافيا لتجويد الصياغة والأسلوب في مجال الكتابة الشعرية. عودة صالون النقد بصورته المضيئة عبر مؤسسة بيت الشعر يفتح الباب أمام مؤنسة النقدية أوتارها القصائد. لبرنامج بيوت الشعر، مرغان جبريل، الخرطوم. ختام جولتنا في المغرب، حيث احتضنت دار الشعر في مراكش لقاء شعريا حواريا ضمن فقرة جديدة حملت عنوان شاعر ومترجمة. تستضيف الدار من خلالها تجارب شعرية عالمية رائدة تقدم منجزها الشعري بمشاركة فعلية للمترجم. عشاق الكلمة الشعرية التقوا بالشاعر الكولومبي الكبير خورخي توريس ميدينا في قراءات شعرية حضرها الشاعر والمترجم المغربي خالد الريسوني. شاعر ومترجم، فقرة جديدة تفتحه دار الشعر بمراكش من خلالها نافذة جديدة على التجارب الشعرية العالمية عبر أسماء وهامات شعرية من جغرافيات شعرية متعددة. من كولومبيا التي تقع في قارة أمريكا الجنوبية، قدم خورخي ميدينا إلى مراكش لنقل تجربته الشعرية أمام جمهور المدينة. خورخي نشر عشرات الدواوين الشعرية، منها هليهات وذاكرة العطالة، باريس 1998 وباريس 2002، كما نشرت أشعاره بالعديد من الأنطولوجيات الشعرية في أمريكا اللاتينية، وشارك في عدد من المهرجانات العالمية. الترجمة هي toujours une difficulté et surtout à niveau poétique. الترجمة صعبة خاصة عندما يتعلق الأمر بالشعر، لكنني مقتنع بضرورة الترجمة، خاصة ترجمة الشعر من طرف مترجم شاعر يعطي للنص الأصلي توازنه، كما يعطي للغة الأصلية حقها للحصول على نص متوازن. كان خورخي والريسوني يتبادلان الأدوار، يقرأ الشاعر الكولومبي فيتبعه المترجم المغربي بتقديم ترجمته العربية. الريسوني يعتبر اليوم مرجعا أساسيا في تقديم وترجمة جغرافيات شعرية إسبانية ولاتينو أمريكية إلى القارئ المغربي والعربي، تجربة راكمها طيلة سنوات، كما يعد أيضا أحد الأصوات الشعرية الأساسية في القصيدة المغربية الحديثة. وسبق أن توج ديوانه كتاب الأسرار بجائزة ابن عربي الدولية، وفاز سنة 2006 بجائزة رافائيل ألبرتي للشعر. الريسوني يعتبر أن استمتاع المترجم بأي عمل شعري حافز يدفع إلى نجاح ترجمته. دار الشعر ربما بمراكش ربما هي تحاول أن تعيد للمترجم أن تعيد له الاعتبار باعتباره مساهما في تأليف وقناة أساسية لتحقيق عالمية القصيدة الشعرية أو أي نص من النصوص الإبداعية. رغم عدم دراية عدد من الحاضرين باللغة الإسبانية، إلا أنهم كانوا يتألمون لقصيدة ويفرحون لأخرى حينما يقرأ خورخي، ويتنامى ذلك الشعور حينما يقرأ المترجم القصيدة باللغة العربية. في تجربة شعرية جديدة ستتواصل بدار الشعر في مراكش عبر أشكال متعددة.
الشاعر ومترجمه هي فقرة الغرض الأساسي منها هو خلق جسر حوار خلاق ما بين الشعر المغربي وما بين جغرافيات شعرية أخرى كونية عربية ودولية. يبدو أن اللحظة التأسيسية كانت لحظة تأسيسية بامتياز مع خورخي توريس ميدينا. بعد فقرة ذاكرة شعرية وشعراء تشكيليون تأتي فقرة الشاعر ومترجمه لتعمق من استراتيجية دار الشعر بمراكش والتي أمست تعيد تأكيد على حاجة المجتمع للشعر اليوم، وبتواصلها مستقبلا ستزيد من الانفتاح على التجارب الشعرية المختلفة في القصيدة المغربية المعاصرة. إذن تواصل دار الشعر بمراكش تجديد فقراتها من خلال انفتاح على تجارب وجغرافيات شعرية على غرار هذه الليلة التي جمعت بين شاعر كولومبي ومترجم مغربي. علي الصهار لبرنامج بيوت الشعر مراكش. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم بمجموعة جديدة ومتفردة حول أنشطة بيوت الشعر في الوطن العربي. إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته. لمشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا.